الشارات الحمراء احتجاجا على تأخر رواتبهم رغم استلامها بكل مكاتب السلطة المحلية. إنهم المعلمون رافعين الإشارات الحمراء نطالب بأقل حقوقنا وهي رواتبنا، رواتبنا الراتب شهر 12 بالإضافة إلى التسعة الأشهر التي لا نعرف مصيرها. حسب بيان نقابات ومنظمات المجتمع المدني متين أنه يدعو إلى تعليق الشارات الحمراء من بداية 12 واحد حتى يوم الخميس، ثم بعد ذلك إذا توصلهم المحافظ إلى أشياء تخدم المعلمين، وإلا فستكون هناك أشياء واحتجاجات أخرى. أولا قبل كل شيء معنا مطلب الجماعي اللي هو 9 أشهر متأخرة، ثم الاستحقاقات في التعليقات والتسويات وما إلى ذلك اسمه تم يعني من 2014. هذا أولا. ثانيا عندنا هنا مشكلتنا في تعز شهر 12 لم نستلمه خالص بسبب لا أدري السبب، لأنه كل السلطات المحلية استلمت، مكاتب السلطة المحلية استلموا ما عدا التربية والتعليم، لا ندري السبب. هذه الفئة لا دخل لها سوى الراتب، وإن كان لا يفي بأقل القليل. وكان مجلس تنسيق النقابات قد دعا لبدء تعليق الشارات وله العديد من المطالب. عندما طبعا ضاق الحال بالموظفين بشكل عام، موظفي المحافظة، نتيجة لحرمانهم من حقوقهم في العلاوات والتسويات والبدلات، وأيضا الجهات المركزية التي لم تسلم مرتباتها لحوالي 9 أشهر، كذلك يعني هناك عدد من الحالات التي تحتاج إلى تسوية من المتقاعدين القدامى وغيرهم. اجتمع مجلس تنسيق النقابات ليرفع هذه المطالب طبعا الجهات المعنية في الدولة والحكومة، وكذلك هناك مرتبات تربويين التي لم تسلموها لشهر ديسمبر 2019. أن ما يقوم به القطاع التربوي في تعز هو الوجه المشرق لتعز، وهي ثقافة تعز الحضارية. إن كانت بعض المحافظات إذا تأخر يومين أو 3 أيام أغلقوا المدارس وخرجوا إلى الشارع. نحن وقطاعنا التربوي لم نقم بهذا ولم نوجه أيضا نحن بهذا الأمر، لكن هذا هو الأسلوب الحضاري والثقافي لمحافظة تعز. اليوم وبعد ما يقرب من نصف ساعة سيتم اجتماع بين البنك المركزي والمكاتب المختصة المالية والخدمة والتربية وأيضا مصرف الكريمي لمناقشة هذه القضية، وإن شاء الله بمكتب المحافظ، وإن شاء الله نخرج بحل عملي. مكتب التربية والتعليم يقول من حق المعلمين رفع الشارات والاحتجاج كحق يكفله القانون، كونه تعبيرا سلميا حضاريا لا يأذي الآخرين ولا يثير الشغب ولا يقلق السكينة العامة.